وانا كان الشيف كاموز وانا بنين على اذاعه راديو دجاجه محمره في الفران على حقها وطريقها وبنينه وزوينه. العماس يجي مع واحد الصالد سالو مالو تجي بنينه. تنبداو بالبراين العماس يجي البراين هو داك الملي اللي تنديرو فيه الدجاجه. تنبداو بواحد الكاس مخلط ملح وبزار وشويه الحامض والزعتر والبزار حبوب العماس يدوي يخشو فيه الدجاج ديالنا المده ديال 4 سوايع على الاقل. واحد البصله تنشلضوها وواحد البطاطا تنسلايسيوها وواحد القرعه خضراء تاي تنسلايسيوها تنشدو واحد الطاو تنسرحو فيه هاد الخضار هاد العماس يجي تنجبدو ديك الدجاجه ديالنا وتنشفوها وتنحيدو لها الجني واحد ديالها. تنشدو واحد الزبده العماس 150 غرام ديال الزبده وتنخطوها مع الزعتر والملحه ايوا تنشدو واحد كموسه فيها القزبر والزعتر نعم اسيدي تنخشيوها الدجاجه نعم اسيدي في الداخل ديالها وتنزيدو عليها الحامض وشويه ديال الثومه. داك الزبده اللي درنا تنديرو ما بين الجلده والدجاجه ما بين الجلده واللحم نعم اسيدي. إيه هذيك هي البنه وهذيك هي التحميره اللي غادي تحمر لينا نعم اسيدي سمعتيني هكذاك. ملي تخشيو لينا هاد الزبده هادي ما بين الدجاجه والجلده تنشدو الدجاجه ديالنا وتنربطوها مزيان سمعتيني وربط القماد سيب وكنخشيوها في الفران 180 درجه لمده ساعه ونص سمعتيني. تنشدو السلطه ديالنا وتنديرو معاها شويه ديال الفجل وزيت العود والبزار والملحق وتنحطوها جايب ملي تتجدنا ديك الدجاجه ديالنا تنجبجوها وتنقطعوها طريفات جني وحات بوحدهم والفخيدات بوحدهم والصدر بوحدو نعام اسيدي سمعتيني. تنقطعو لها الصدر ديالها وتنسلايسيو الى عرفتي تسلايسي سلايسي ما عرفتي تسلايسي خليه هكداك سمعتيني. تنحطوه في واحد الطبيسيل وتناكلو هادشي بالصحة والعافية.